وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد اللطيف اسماعيل مدير تحرير اخبار الرياضه. مساء الفل على حضرتك، منورنا دايما. مساء الخير، اهلا وسهلا. عايزين طبعا نتكلم مع حضرتك النهارده عن حاجات كتير، واكيد اهمها اعاده الهيكله في قطاع كره القدم. شفت ازاي القرارات اللي اتخذت بعد خساره النادي الاهلي للقب دوري ابطال افريقيا؟ هو الحقيقه طبعا القرارات جت سريعه، جت قرارات فوريه بعد المباراه مباشره. ده يمكن عمل انعكاس كبير جدا على جمهور النادي الاهلي وعلى محبيه وعشاقه في كل مكان، ان اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب ان هي على طول تبقى بسرعه كبيره جدا ان هي تاخد قرارات في هذا الاتجاه، خاصه بعد خساره النهائي من الترجي التونسي. طبعا ما كانش حد متوقع ان الاهلي يخسر النهائي، لكن هذه هي كره القدم ورب ضاره نافعه. بس دايما كانت تصريحات كابتن محمود الخطيب اللي ان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه اول ما يقوم ان شاء الله بالسلامه، كانت تصريحاته بتقول حتى لو كنا اخذنا بطوله دوري ابطال افريقيا وفزنا في اللقاء النهائي كان برضو لازم يحصل اصلاح جوه منظومه كره القدم في النادي الاهلي، وكان لازم هيحصل برضو اعاده هيكله. هي عايز اقول لحضرتك يمكن حقيقي كل الناس كانت منتظره هذه التغييرات انها تحصل داخل قطاع كره القدم داخل النادي الاهلي، بناء على حاجات كتير جدا. وبعدين جت بعد يعتبر بعد نهايه موسم، يعني الاهلي من طبيعته ما بيغيرش حاجه وسط الموسم، لكن طبعا دي بطوله افريقيا بطوله كامله في حد ذاتها. فطبعا بعد نهايه البطوله اعتقد ان الاهلي شاف ان هو من الضروري ان يحصل عمليه تغييرات في اداره او في رؤيه، اعاده النظر في رؤيه كامله لقطاع كره القدم داخل النادي الاهلي. صحيح. طيب حضرتك شايف ازاي تولي كابتن سيد عبد الحفيظ للملف اللي هيتم تقديمه خلال اسبوع لكابتن محمود الخطيب، واللي هيتم على اساسه اعاده هيكله قطاع كره؟ عايز اقول لحضرتك ان الاهلي مليء بالكفاءات الكثيره جدا. صحيح. وعايز اقول لحضرتك ان برضو كابتن سيد عبد الحفيظ من هذه الكفاءات اللي موجوده، وهو راجل اللي يمكن اشتغل حوالي 8 سنين مدير كوره في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، وكلها صحيح. طبعا حققت نجاحات كبيره أكيد جدا طبعا خلال الفتره السابقه جدا. فطبعا كابتن محمود الخطيب لما اوكل له هذا الملف المهم فهو طبعا ساب له فرصه، اداله فرصه ان هو يدرس ويشوف ويخطط ويوضع تصوراته شكلها ايه خلال المرحله القادمه، من خلال مجموعه الناس اللي هي ممكن تشتغل معاه في هذا الملف من اجل هدف واحد بس الاهلي حاطه قدام عينه، او مجلس اداره النادي الاهلي حاطه قدام عينه، اسعاد جماهير النادي الاهلي واعاده فريق النادي الاهلي ان يكون هو بطل افريقيا، لان الاهلي معروف ان هو لا يرضى عن لقب البطل بديلا، بدليل ان المركز الثاني افريقيا برغم ان المركز الثاني ده فيه منصه تتويج وفيه ميداليات وفيه مبلغ مالي مكافاه حوالي مليون وربع مليون دولار، الا ان النادي الاهلي ما بصش لكل هذا الكلام. ليه؟ لان نظام الاهلي ومنظومه الاهلي قائمه على ان الاهلي هو البطل. فمن هذا المنطلق طبعا الاهلي عمل هذه التغييرات او اعاده الهيكله من جديد مره ثانيه. النادي الاهلي دلوقتي بيستعد للقاء الوصل الاماراتي في البطوله العربيه، لقاء الذهاب انتهى هنا على استاد برج العرب بنتيجه 2-2. احنا طبعا في صدد دلوقتي لقاء الاياب يوم 22 اللي هو يوم الخميس القادم باذن الله. شايف اللقاء ده ازاي؟ والله انا شايف اللقاء صعب، زي ما كان اللقاء هنا صعب، لقاء الذهاب صعب، شايف اللقاء هناك صعب، خاصة ان اللقاء جاي طبعا بعد خسارة النادي الاهلي لكأس افريقيا، فده طبعا عامل حمل كبير جدا على جهاز فني وعلى اللعيبة، وهدفهم طبعا ان هم لازم يقدموا صورة مشرفة وماتش قوي وكبير جدا عشان يسعدوا به جماهير النادي الاهلي، فنتمنى طبعا ان الجهاز الفني بقيادة كارتلون وكابتن محمد يوسف انهم هم يعيدوا صياغة ورؤية لهذه المباراة من جديد. شايف باتريس كارتيرون هيتعامل مع اللقاء ده ازاي؟ وهل تتوقع ان يكون في تغييرات كتيره في التشكيل؟ يتعامل مع هذا الرؤيه تاني مختلفه غير الماتش الاخير اللي هو بتاع الترجي، لان الاهلي يرجع تاني الكره اللي هي كانت بتمتعنا، عمليه الاستحواذ، عمليه السيطره، عمليه الاداء الجميل، عمليه احراز الاهداف، يغير لازم كارتيلون يغير من طريقه ادائه اللي احنا شفناها، ان احنا الماتش الاخير ده بكل تاكيد باجماع الجميع خبراء وغيره ان الاهلي ما لعبش الماتش الاخير ده. لكن بالنسبه للتغييرات اعتقد ان الجبهه اليمين او عندنا مشكله في الكابتن احمد فتحي مصاب،
مصاب، كابتن محمد هاني مصاب. اعتقد ان اخر كلام ومن خلال التدريبات الاخيره ان هو كريم نيدفيد هو اللي هيبقى باك يمين، لكن طبعا اعتقد ان باقي مجموعه النادي الاهلي القوام الاساسي للفريق متواجد، واعتقد ان هو طبعا بعد قعده مع الجهاز الفني واللعيبه اكثر من مره والتدريبات، اعتقد ان احنا ان شاء الله يقدر الاهلي يتخطى هذه الموقعه ويطلع لدور الثمانيه باذن الله. باننا بنتكلم عن مباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي اللي ان شاء الله هتكون يوم الخميس اللي جاي في الامارات في اياب 16 من بطوله الانديه العربيه او كاس الانديه ابطال العرب، معانا دلوقتي استاذ معالي معالي الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذه، ومساء الخير على طلاب لطيف صديقنا واخونا العزيز يعني. استاذ علي منورنا كالعاده في برنامج كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. طبعا انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده قبل لقاء الوصل الاماراتي اللي كان هنا في ذهاب دور ال 16 في بطوله الانديه او الابطال العرب. عايزه بقى اسالك المره دي ازاي الصحافه الاماراتيه تناولت اللقاء ده؟ قلت لي المره اللي فاتت كان فيه اهتمام، واتكلمنا برده عن فريق الوصل الاماراتي وحضرتك برده مدتنا بشويه معلومات، قلت لنا ان النادي ده كان اسمه نادي الزمالك سابقا، قلت لنا ان في الوقت ده وقت اللقاء اللي فات كان النادي بيعاني توا، يمكن كان بيتديل جدول ترتيب الدوري الاماراتي، قلت لنا ان ما كانش في وقتها استقرار في الجهاز الفني للفريق فريق الوصل الاماراتي، وكان عندهم مدرب ارجنتيني وللاسف كان رحل وقتها، وبرده وقتها كنت محذرنا من اللعيبه البرازيليين اللي موجودين في الفريق الاماراتي. فالمره دي هتقول لنا ايه بقى؟ اعتقد ان ما زال التحذير قائم برضه بالنسبه للثلاثي البرازيلي الموجود في الفريق، وكل الجماهير في مصر شافت الثلاثه دول مستواهم ازاي وانهم هم الاساس في تفوق الفريق، وكان قاب قوسين او ادنى انه ينهي المباراه لصالحه 2-1. لكن التحذير الحالي ان الفريق معنوياته اصبحت مرتفعه في هذا التوقيت، الجهاز الفني بقيه مدرب اماراتي مواطن اصبح مستقرا الى حد ما، مجلس اداره النادي حتى الان ما زال يعتمد على هذا المدرب. رغم الخلاف القائم حالي بين الجماهير النادي الوسط واداره النادي، وده يجب ان يستغل من جانب جماهير الجاليه المصريه المتواجده هنا، على اعتبار ان اداره النادي في اخر حوار كان اجري مع جريتش الشحات يعني تحدثت عن جماهير الوسط بشكل يعني اعتبروه انه خارج عن صحيح عن العرف عندهم او عن تقاليدهم انهم مش محتاجين لجمهور في الوقت ده. فدي احد الثغرات الحاليه الموجوده اللي هي الصدمه اللي بين الفريق وبين جماهيره يعني. طيب انا عايز اسال حضرتك برضو عن يعني نتيجه اللقاء اللي فات، النتيجه الايجابيه او التعادل الايجابي 2-2 ده كان وقعه ايه على جماهير الوصل الاماراتي؟ والله غير بعيدة عن جماهير وصل الامارات يعني، اعتقد على جماهير المصريه المتواجده في الامارات كان بالنسبه لنا صدمه كبيره جدا، سواء انا كاعلام او سواء كجماهير المتواجده على ارض مصر، صدمه كبيره على اعتبار ان الاهلي مهما كان غياباته مهما كانت الظروف اللي بيمر بيها يجب الا يهدر مثل هذه الفرص اللي بتضيع من بين ايديه يعني. بطوله افريقيا ضاعت بسبب تهاون ما، بطوله العرب ايضا يجب الا تضيع بسبب تهاون ما من بعض اللاعبين، وبالتالي الجماهير الوصلية نفسها حتى الآن يعني رغم النتيجة يكفيها تعادل 1-1 أو يكفيها تعادل بأي نتيجة لكي 1-1 أو يعني كل الفرص متاحة حتى الآن في أيوة أنا كنت بسأل حضرتك برضو يعني أكيد طبعا جماهير الكرة المصرية بيشجعوا النادي الأهلي أكيد ما كانوش سعداء بهذه النتيجة، النتيجة الإيجابية التعادل 2-2 هنا في ذهاب دور ال 16، لكن بالنسبة بقى لجماهير الوصل جماهير الكرة الإماراتية هل طبعا أكيد كان في سعادة بهذه النتيجة وأكيد ده إداهم حالة من التفاؤل بالمباراة القادمة؟ هم متفائلين لكن الغالبيه العظمى من الجماهير حسب يعني النهارده في نادي الوسط الطوابير اللي لو شفتوها حضراتكم على تذاكر المباراه قد ايه كلها جماهير مصريه، يعني انا مش شايف واحد في طوابير كبيره جدا داخل النادي تصل الى تمتد الى خارج النادي، كل الجماهير المتواجده جماهير مصريه. صحيح. بعض الجماهير الوسطويه بتقول انها ستعزف عن عدم الحضور للمباراه
وهتشجع الفريق من عند شاشات التلفزيون بسبب الخلاف الموجود بين الجماهير وبين اداره النادي. لكن مهما يكون هذا الخلاف برضه محددين عدد الجماهير المصريه اللي هتتواجد في المباراه حسب اللائحه وحسب القوانين. لان الملعب نادي الوصل يسع لحوالي 9000 او 9500 متفرج مثلا. هياخدوا 25% نسبه حضور الاهلي، يعني ما يعادل مثلا 2300 2500 متفرج. لكن اعتقد مع الزحام حيتزايد عدد السماح للجماهير المصريه، ونادي الوصل يعني انا بازعم انه عمل هذه الاسعار وعمل هذه البنود بالنسبه لاسعار التذاكر المغالى فيها شويه، على اعتبار انه يحد من حضور الجمهور المصري خلف الاهلي، لانه يهمه في الاخر ان عدد محدود يكون موجود من الجماهير المصريه في مثل هذه المباراه، والعدد الاكبر يكون من جماهير الوصل. لكن انا اعتقد رغم هذه الظروف انا متوقع ان جماهير مصر هتكون موجوده او جماهير الاهلي تحديدا هتكون موجوده. يعني حضرتك متفائل بالحضور الجماهيري في لقاء الوصل والنادي الاهلي؟ والله رغم المعاناه اللي بتعانيها الجماهير مع الاهلي الفتره الحاليه انا متفائل، يعني ودي ميزه متواجده في دايما في الجماهير الجاليه خارج مصر. صحيح. في الامارات او في اي مكان، يعني دايما بيتعشموا في الكره المصريه، اي فريق يمثل الكره المصريه خارج اطار حدود مصر دايما بتلاقي الجاليه متواجده، وبالتالي انا نفسي من الجماهير او نفسي من اللعيبه نفسهم يتحملوا مثل هذه المسؤوليه ومثل هذه الاحداث الخارجيه، لانهم يعرفوا يعني قيمه اهلي، يعرفوا يعني قيمه مصر خارج الحدود، وبالتالي وانا باكد لحضرتك يا استاذ علي ان اكيد طبعا لعيبه النادي الاهلي رجاله وعارفين قد ايه المسؤوليه اللي عليهم، واكيد عندهم ثقه ان شاء الله في الفوز ويرجعوا ان شاء الله باذن الله يفرحوا جماهير النادي الاهلي سواء هنا في مصر او حتى لما موجودين في الامارات. استاذ هي المهم يكون مباراه عربي، تكون مباراه بشكل عام في اطار عربي جيد بين فريقين كبيرين على مستوى الوطن العربي، بين فريقين شقيقين في مصر والامارات. المهم في الاخر ان يكون شكل لائق بالفريقين، الامارات ومصر اعتقد علاقات يعني لا يمكن ان تتسبب اي احداث في ان يكون في اي خلل بينها يعني. صحيح. شكرا ليك استاذ علي معالي الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه من الامارات، وكان بيكلمنا طبعا عن اللقاء الهام والمرتقب قصاد الوصل الاماراتي لنادي الاهلي، لقاء اياب دور ال 16 في بطوله كاس الانديه العربيه الابطال. طيب نرجع مره ثانيه للاستاذ عبد اللطيف اسماعيل، وكنا طبعا بنتكلم عن هذا اللقاء الهام والمرتقب، وطبعا زي ما استاذ علي كان بيتكلم هو كان بينقل لنا بس احساس الجمهور، جمهور النادي الاهلي دلوقتي بعد خساره لقب دوري ابطال افريقيا، فهم محتاجين بقى شويه مسكنات عشان ايه تنسينا خساره اللقب اللي كلنا كان حاطين امل كبير جدا عليه وشبه كنا واثقين من الفوز فيه والرجوع بالاميره الافريقيه التاسعة. فشايف اللقاء ده أهميته عاملة إزاي؟ لا لقاء مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، لأنه طبعا زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي إن هو طبعا الفوز في حد ذاته هيغير شكل كتير، يعني من رؤية أولا الجمهور والإدارة للجهاز الفني، لأن عايز أقول لك إن برضو الجهاز الفني دلوقتي محطوط تحت ضغط إن هو بعد ضياع البطولة، بعض الكثير من اللاعبين برضو محطوطين تحت المنظار في خلال مرحلة إحنا قادمة جاي هيحصل فيها برضو تغييرات أو تدعيمات للاعبين وللفريق خلال المرحلة الجاية، غير كده إن جمهور الأهلي زي ما قلنا جمهور عاشق ومحب للانتصارات الدائمة والمتوالية، وإن هو الأهلي تملي شعاره المرفوع اللي هو البطل أو رقم واحد، وعشان كده رقم اتنين، يعني رقم اتنين رغم ناس كتيرة أندية كتيرة جدا يعني عايزة تبقى رقم اتنين مش قادرة، الأهلي مرفوض بالنسبة له رقم اتنين. صحيح. جمهور الأهلي لا يقبل بثقافة الهزيمة، الهزيمة مش موجودة عند الثقافة دي. صحيح. كل ده لابد أن يكون محطوط قدام الجهاز الفني، بالعكس جمهور الأهلي عايز يكسب ويأدي كويس مش بس يكسب. بالظبط. مش مكسب فقط. صحيح. مكسب مع أداء. صحيح. هو ده اللي الأهلي عودنا عليه، يعني هو الأهلي اللي علمنا الطمع ده. هو لكن دي كبوة في هذه المرحلة، بعد هذه المباراة أكيد أحدثت نوع من الكبوة أو هزة، فالمفروض إن احنا الأهلي يستعيد الثقة مرة تانية من خلال تفاهم من الجهاز الفني واللاعبين من خلال هذه المباراة، لأن هي المباراة دي في البطولة العربية ممكن هتعدي بالأهلي إن شاء الله للمرحلة اللي هي يعود فيها الأهلي كما كان. صحيح. طيب بنتكلم طبعا عن الضغط اللي كان في الفترة اللي فاتت. ده بقى ياخدنا لضغط المباريات في شهر ديسمبر، لنا لقاءات كتير وناس مؤجلة للنادي الأهلي وكلها ورا بعض، يمكن الفرق ما بين مباراة لمباراة ثلاث أيام بس. صحيح. فيعني شايف الضغط ده هيأثر إزاي على النادي الأهلي؟
هيأثر بشكل كبير على اللاعبين، لأن أنت دلوقتي عندك ما يقرب من حوالي 6 ماتشات مؤجلات في الدوري الممتاز، هتضطر إنك أنت تلعبها بمعدل حوالي 72 ساعة لمباراة. هتبدأ طبعا بالمقاولين، وهتدخل بعد كده تقريبا أو الداخلية والمقاولين والجونة. وطبعا دلوقتي كل الفرق أو كل الأندية في الدوري ما بقاش في فرق كبير بين الأندية وبعضها، كل الأندية مستواها عالي جدا، ومعظم الأندية يمكن ما فيش نادي ما حصلوش، لو بصينا لجدول الدوري ما فيش نادي في الدوري ما حصلوش هزيمة، ما فيش نادي حقق كل العلامة الكاملة أو كل النتائج بالفوز. فكل الماتشات أصبحت صعبة مع ضغط الماتشات، مع ضغط البطولة الأفريقية، مع البطولة العربية، مع وجود غيابات وموجود إصابات، ده كل ده طبعا بيأثر. فطبعا دي عايزة إعادة رؤية شاملة من خلال الجهاز الفني لهذه الماتشات، لأن ده عايزه زي ما تقول حضرتك كده يحط خريطة قدامه إن إحنا هنعدي الماتش ده إزاي، وهنمشي خطوة خطوة ستيب باي ستيب، نطلع من الماتش ده ليه نظامه، وكل الفرق مدروسة، ده ليه نظامه، ده ليه لاعيبته ونجومه اللي هيخوضوا به هذه المباراة. ممكن الجهاز الفني يشوف لاعيب واتنين أفضل للماتش ده، حد عنده خبرة مثلا أكثر يقدر يدفع بيه للماتش الفلاني، هيدفع بشباب أكتر في الماتش التاني. ممكن دلوقتي بيعتمد على محمد الشناوي كحارس مرمى، هتيجي دلوقتي ماتشات هيبقى فيها ضغط كتير للدوري، شريف كرامة هيرجع تاني لحراسة المرمى. وهكذا عنده مجموعة كبيرة من الغيابات، زي قلنا الناحية اليمين فيها، الناحية الشمال علي معلول لسه فيه طبعا موجود، حاجات كتير جدا. فده لازم يعمل عملية صياغة، إن هو أكيد. خاصة ان طبعا معظم اللعيبة دي مش هترجع، عندنا اصابات كتيرة، عندنا رامي ربيعة لسه ما رجعش لحد دلوقتي، عندنا علي معلول لسه عندنا الجبهة اليمين احمد فتحي، وعندنا اجي، كل الناس اللي هتبدا من نص 12 تبدا في الاعادة مرة تانية. فخلال الفترة دي هتلعب انت عدد من الماتشات، وهذه الماتشات مهمة، وانت محتاج انك انت تكسب، لانك انت المكسب بتاعك في 6 ماتشات هيرجعك لصدارة الدوري مرة تانية. صحيح. طيب. فكل ده لازم يكون محطوط قدام الجهاز الفني وبرؤية فنية، ان هو يتعامل مع هذه المباريات، ويتعامل معهم من وجهة نظري مباراة مباراة، بهدف ان هو يعيد الأداء مرة تانية مع النتيجة. صحيح. طيب يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن الدوري المصري الممتاز، وعن اللقاءات المؤجله للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز اللي هيلعبها في شهر ديسمبر الجاي، وطبعا ازدحام اللقاءات ويعني وجودها او قربها من بعضهم كل 3 ايام زي ما قلنا في لقاء للنادي الاهلي. الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي شايفه في ايه مختلف؟ في ايه جديد؟ الدوري يمكن علشان دوري استثنائي، وحيت طبعا مضغوط، وحينتهي طبعا في مبكرا يعني خلال مثلا مايو، دخل عليه دلوقتي التغيير اللي حصل بالنسبه لافريقيا. صحيح. برضه بشكل مختلف جدا دلوقتي، بدل ما كنا بنبدا الماتشات الافريقيه او دوري افريقيا مثلا، بالاضافه كمان ان الدوري المصري هينتهي في شهر 5 لا شهر 9 في 2019 يعني. الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 1 شهر تمام، يعني هياخد مده مع كل ده، كل هذه الضغوط مع الدوري طبعا عامله طبعا ضغط كتير جدا برضه على الاهلي وعلى انديه تانية من اللي خلال بتشارك برضه في البطولات الخارجيه، هتشارك في بطولات سواء افريقيه في البطوله العربيه او الافريقيه او الكونفدراليه. صحيح بالظبط. فهو طبعا المفروض ان هو دوري بهذا الشكل محتاج المنظومه كلها، من خلال برضه اتحاد الكوره، من خلال لجانه، من خلال اهم لجنتين من وجهه نظري في اتحاد الكوره، لجنه المسابقات ولجنة الحكام. لابد ان هم دول طبعا اللي بيديروا بشكل كبير منظومة الدوري والمصري، لابد ان هم يضعوا في الاعتبار وفي الحسبان هذا الموضوع، الى جانب ان هم ما يحصلش تعميق للمشاكل والازمات مع الانديه، يعني ما يبقاش انك انت عايز تعمل دوري ناجح ودوري مهم انك انت اللي تصدر مشاكل للانديه، لان دلوقتي مثلا عمليه تصدير المشاكل زي ايه؟ انت داخل دلوقتي عليك الدوري، والدوري فيه مؤجلات كتير لعدد كتيره من الفرق، يعني مثلا زي الفارس الاحمر الاهلي لمشاركاته الكثيره، وفي انديه كتيره جدا زي الزمالك، زي الاسماعيلي، زي غيره فيه مشاركات تانية. فطبعا عمليه تاجيل التاجيلات دي
كنادي زي الاهلي ما هو ده غصب عنه، لانه صحيح. بيشارك في بطولات صحيح. وعنده لعيبه مثلا زي انديه ثانيه عندها لعيبه في المنتخب ولعيبه دوليين وما الى ذلك، فهو طبعا ده غصب عنه في هذا الموضوع. فلازم ان هو موضوع المؤجلات ده يبقى عامل حسابه، لانه ممكن هيعدي منه لشهر يناير. طيب احنا دلوقتي سمعنا اشاعات كتير او كلام كتير او اخبار كتير او اتقالت في الفتره اللي فاتت ان في احتماليه لالغاء الدوري في الموسم الحالي، شايف ان ده ممكن يحصل؟ لا ما اعتقدش انه ممكن يحصل. يعني الكابتن احمد شوبير انا سمعت هو اللي قال هذا التصريح او هذا الكلام، وبصفته عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، هو قد يعني من وجهه نظري هو شاف ان اللي حاصل ده واللي احنا بنتكلم فيه وكل الناس بتتكلم فيه والضغوط الرهيبه اللي موجوده على الانديه وضغوط على لجنه المسابقات في انها بتاجل وبتحط ماتشات مكان ماتشات والكلام ده كله، دي هذه من وجهة نظر طبعا تحترم، لكن أعتقد كمصر وكدولة كبيرة وكدوري مصري له تاريخ ما صحش أن الدوري خاصة ما عندكش أنت أي أزمات أو أي حاجة، عندك استقرار في البلد تمام زي الفل والأمور بتشيل ماشية بشكل طبيعي وبشكل جميل جدا، ما فيش ما يدعو أن هو أن الدوري يتوقف. الحاجة الثانية أن الأندية موجودة في ظل المنافسة كمان في هذا الدوري برضو منافسة قوية ومنافسة يعني ماتشات برضو فيه كورة بدأت تتقدم في بعض الأندية بشكل كبير جدا، بدأ فيه منافسة بقى فيه صراع بقى فيه لسه الدوري في الملعب، محدش يقدر يقول دلوقتي مين اللي هياخد الدوري لحد دلوقتي ولا 6 أسابيع لقدام أو 7 أسابيع حد يقدر يقول مين لحد دلوقتي الدوري، وانت لسه هنبدأ الدوري بكرة في الأسبوع الـ15 وهنكمل مثلا ماتشات الدوري بعد كده، محدش هيقدر يقول مين الدوري هيقدر يكسبه لحد دلوقتي صحيح. لأن دلوقتي هتبقى برضو بعد عدة ماتشات الجدول الدوري هتغير، لعبة الكراسي المسيحية في ناس هيطلع في الدور الثاني بيبقى فيه مفاجآت، الدور الثاني بيبقى أصعب بكتير صحيح. جدا، لأن معركة الهبوط كمان في الدور الثاني بتبقى أكثر وأشد أكيد. فالحفاظ على النقطة وطريقة اللعب والمحافظة ومحاولة أن يطلع بنقطة وتعادلات وطرق دفاعية بشكل كبير جدا بتعمل تغيير شكل خالص للدوري في الدور الثاني. طبعا من اهم المظاهر اللي شفناها في الدوري في الموسم الحالي التحكيم، الكوارث التحكيميه اللي موجوده في الدوري المصري ممتاز في الموسم الحالي اللي ما فيش نادي يعني ايه ما تقرصش منها. صحيح. شايف الازمه دي ممكن نحلها ازاي؟ هل تقنيه الفار ممكن تساعدنا؟ بس طبعا سمعنا برضو تصريحات اخيره من كابتن احمد شوبير ان عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ان تقنيه الفيديو صعبه جدا ان هي تتطبق في الدوري المصري ممتاز، وان احنا اصلا ما عندناش الامكانيات دي، بالاضافه لان احنا مش عايزين نتسرع زي ما الكاف عمل وكان في مشاكل بسبب تطبيق تقنيه الفار. تمام. طبعا هرد على حضرتك على الشق الاولاني من السؤال، وان طبعا اولا احنا من وجهه نظر لازم ندي الثقه لحكامنا ونقول ان حكامنا دول من افضل الحكام الموجودين في القاره الافريقيه، ده لما نرجع لهم الثقه من خلال الانديه وفي التعامل من خلال الاعلام ده هيعمل نوع كبير جدا او هيعمل خطوه ايجابيه ومهمه جدا على عمليه استقرار الدوري، لان الحكام جزء كبير من هذه المنظومه. الحاجه الثانيه كابتن عصام عبد الفتاح طبعا بصفته هو المسؤول او المشرف على لجنه الحكام، موضوع ان احنا نرجع ما فيش مانع طبعا وده عادي جدا وفي كل مكان في العالم ان احنا نرجع نعيد نثقف الحكام مره واثنين وثلاثه، نعمل دورات للحكام صحيح. نرجع نشوف الماتشات تاني لازم نشوف الاخطاء ايه طبعاً. ولما نشوف الاخطاء مره واثنين وثلاثه نحاول ان احنا ايه ما نكررهاش تاني أكيد. وده المفروض الأخطاء كمان لابد أنها تقل بشكل كبير جدا لأن إحنا الأول كان عندنا 3 حكام حكم في الملعب واثنين مساعدين، بين حكم 5 حكام دلوقتي فيه حكمين اللي هو الحكم الخامس اللي جنب الإجوان صحيح. فمش معقول جنب الإجوان هرجعنا تاني الأزارة كان النادي الأهلي ما نفعلناش في أي حاجة خالص هرجعنا تاني الأزارة وأنا كنت قبل كده برضو شدت الفلنة لما خلاص وقلنا لمس اكتاف لما جابوا لمس اكتاف ده ما كانش هزار اصلا واحنا نرجع تاني. فطبعا دي حاجات كتيره جدا موجوده، احنا بنتكلم على ايه الحكم بشر لكن بنتكلم على الاخطاء الفادحه اللي بتبقى واضحه وضوح العيان ولا يمكن لاي شخص او 2 أو 10 او ملايين بيتفرجوا على شاشه ويشوفوا ماتشات انه يختلفوا على هذه الاخطاء. فدي النقطه الاولانيه وده مش عيب ان احنا نحاول نرجع تاني من اول وجديد، لكن احنا دلوقتي حكم الفيديو او الفار اعتقد ان هي طبعا دي مهمه جدا، شفناها احنا في بطوله افريقيا وشفناها طبعا في كاس العالم ودي مهمه جدا ان بطولة الحكم افريقيا. طب بالنسبه لبطوله افريقيا نعم انت شفت الكاف
قراراته عامله ازاي تجاه النادي الاهلي، وكمان وصفه لمدرب النادي الاهلي باتريس كارتيرون بانه متواطئ مع وليد ازارو، شفت الكلام ده ازاي؟ والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني ده سؤال مهم جدا، لكن طبعا الكاف يعني من وجهه نظري من الخطا ان الكاف يصدر قرارات مهمه جدا تجاه فريق ضد الاخر، خاصه ان انت لو شايف ان في هنا اخطاء فالجانب الثاني كان في اخطاء. دي نمره واحد. نمره اثنين، انك انت طبعا الكاف كاتحاد افريقي ده واحد محايد، انت الراجل يهمك ان المسابقه بتاعتك تنجح نجاح كبير جدا. صحيح. فانت ماسك ميزان العدل بايدك. لما ميزان العدل يختل تجاه في صالح اهو الترجي التونسي على حساب الاهلي، ده المفروض ما كانش يحصل. صحيح. القرارات انك انت تقول على مدرب، انت وقفت وليد ازار وتقول على مدرب ان هو متواطئ غير مقبول بالمره، غير مقبول بالمره. صحيح. وما يصحش ان ده يتقال. صحيح. خلي بالك كل الكلام ده اثر الى جانب التخوفات كتيره جدا واحداث تانية، ولكن ممكن مش عايزين نفتح الملف. لا خلينا نرجع نتكلم عليها تاني، لكن بعد ما نطلع على فاصل ونرجع مره تانية نكمل مع حضرتك، خليكم معانا. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين كلامنا مع أستاذ إسماعيل عبد اللطيف إسماعيل مدير تحرير أخبار الرياضة. طبعا كنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي عن قرارات الكاف اللي توصف الدنيا قرارات تعسفية ضد النادي الأهلي ولصالح الترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وللأسف انتهى بفوز الترجي التونسي على النادي الأهلي، وانتهى طبعا بأننا أخذنا مركز الوصيف البطولة. انت شايف القرارات دي ازاي؟ عايز اقول لحضرتك المفروض، بقول لحضرتك بدايه ان المفروض القرارات دي ما كانتش اتخذت من الاتحاد الافريقي خالص نهائي في هذا التوقيت. لانك انت دلوقتي زي ما اعيد واقول انك انت كاتحاد افريقي انك انت ماسك ميزان العدل في ايدك، ده فريقين يهمك انك انت تطلع ببطوله متميزه، وعندك اكبر فريقين في افريقيا او شمال. صحيح. افريقيا ومستوى افريقيا وصلوا بشكل كبير بشكل للنهائي محترم وكبير جدا، وفريقين عريقين من ليهم جمهور يعني عريض في كل مكان. لكن انك انت طبعا الناس ما كانتش متوقعه جدا العقوبات اللي هي، او لو انت كنت شايف هذه العقوبات ازاي انت تطلع تصرح يعني بدون اي اتهام، او ايه هو الاتهام اللي انت شفته على المدير الفني للنادي الاهلي اللي انت تقول عليه متواطئ، اتهامك لمدير فني بالتواطؤ ده شيء يعني كان غير مقبول بالمره. صحيح. طبعا الكلام ده كله عمل اجواء عدائيه من جانب جمهور الترجي تجاه النادي الاهلي، بدليل ان هو هناك طبعا حصل تحفيز جدا وحصل تحفيز اعلامي كبير جدا، التحفيز الاعلامي ده طبعا حرك الجماهير هناك، جماهير الترجي التونسي. ويمكن انا رحت تونس وعارف طبعا هناك باب سويقه، رحت باب سويقه ورحت نادي الترجي التونسي وعارف الجماهير التونسيه هناك شكلها ايه، بدليل ان كل هذه الاجواء لما عملت شحن ناحيه الجماهير الترجي التونسي، هذا الشحن كان ولد انعكاس يعني نوع للاسف من ما كانش المفروض يحصل، لان دي رياضه وروح رياضيه، نوع من العداء تجاه النادي الاهلي. صحيح. بدليل ان اتوبيس النادي الاهلي قذف بالطوب واصيب هشام محمد في راسه يعني، وثمان غرز، ودي كانت يعني تحول الموضوع لحاجة بره الرياضة خالص. صحيح. ما كانش المفروض انها تحصل بهذا الاداء. بهذا الاداء عشان طبعا عشان كده توفير الامن هناك، لا يعني كان ماشيين في موكب تمام، بس برغم ده برضو ورغم ذلك حصل هذا اللي حصل. وانا كنت كاتب في اخبار الرياضة طبعا قبل ما نطبع وقبل الماتش كنت كاتب مقال في الوسط الرياضي في جريدة اخبار الرياضة العين الثالثة، كنت اقصد ايه بالعين الثالثة؟ بصراحه بعد ما شفت هذه التخوفات قلت ربنا يستر، وكتبت في المقال كده ان الاهلي يطلع بامان من تونس من وجهه نظري ده كان اهم المكاسب. اكيد. فان هو دلوقتي انك انت تحول مباريات كره قدم لشيء من الشحن من فريق تجاه فريق اخر، كل ده اللي حصل سببه القرارات اللي صدرت من جانب الاتحاد الافريقي تجاه النادي الاهلي، وقالت للترجي التونسي ما معناه انك انت معاك حق وان هنا كاني حصل مشكله
خلال المباراة الأولى، مع أن المباراة الأولى مشت بشكل طبيعي جدا، وطبعا فريقين وشغل عالي جدا، وإذا كان ظهر حاجة من الفيديو للاعب مثلا وليد ولا حاجة أنت خدت قرار، لكن أنت ألقيت بباقي الاتهامات بشكل كبير جدا على، يعني أنت طولت الرجل، إحنا لعبنا من غير رأس الحربة الأساسي بتاع النادي الأهلي، قراراتك بعد كده طالت المدير الفني، طب أنت عايز تعمل إيه تاني؟ خلاص ما كانش الأهلي راح تاني، خلاص الأهلي ريحك من القصة، وأنت كان كده أنت من البداية قلت لي أو حسستني أشعرتني بكل أو أشعرت أي واحد مصري أو أهلاوي بكل اللي بيحصل ده كله، هدفه أن البطولة تروح للترجي وأن مش عايز البطولة تروح للأهلي. هذه الرؤية بانت من خلال قرارات الاتحاد الأفريقي وما حدث من جانب الاتحاد الأفريقي. طب إيه العقوبة اللي صدرت لحد دلوقتي من جانب الاتحاد الأفريقي تجاه جماهير مثلا الترجي أو نادي الترجي بإصابة الاستاد أو فتحوا لهم المدرجات في آخر لقاء؟ طيب دي حاجة، يعني المدرج اللي كان عليه عقوبة من مباراة الأول من أغسطس بالزبط تم فتحه للجمهور في اللقاء النهائي بالظبط بالظبط، يعني هو ده المكان ده كان المفروض عليه عقوبات وما كانش المفروض فتح للجمهور، انت فتحته للجمهور، طب ايه العقوبات؟ انت ما عملتش، يعني انت عاقبت الاهلي ولم تعاقب، اذا كنت انت شايف من وجهه نظرك يعني ان الفريق الثاني لا يعاقب، ان كل الناس شايفه ان الفريق الثاني كان المفروض معاقب، والمفروض بعد الطوبة اللي هي شجت رأس هشام محمد والدماء شكلها إيه ووضعها إيه وبتاع، بعد قبل ما تدخل مباراة مهمة جدا ومباراة نهائية والفريق داخل يفاجأ بين اللعيب من لعيبته دماغه مفتوحة ووشه مليان دم وكل الناس بقى، طب انت داخل الماتش بقى وشكلك ايه ووضع، ما انت داخل الملعب دلوقتي وشكلك ايه ووضعك صحيح. ايه وانت عارف ان زميلك اللي معاك اللي موجود معاك بهذا الشكل، صفحة واتقفلت وباذن الله ان شاء الله مش هنرجع لها ان شاء الله وما تتكررش تاني، حلفنا باذن الله في النسخة القادمة ما نتعرضش لمثل هذه الاشياء مرة اخرى. نتحدث عن العدالة صحيح، انت الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري انت كاتحاد انت مالكش طبعا لا بتجامل هذا النادي ولا ذاك صحيح، بس هي دي العدالة المطلوبة فقط. صحيح استاذ عبد اللطيف اسماعيل مدير تحرير اخبار الرياضة نورتنا النهارده في الكلام في الميديا كده. شكرا لوجود حضرتك معانا. مشاهدينا بشكركم جدا على حسن متابعتكم، اشوفكم بكره باذن الله في حلقة جديدة من كلام في الميديا الساعة 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.